لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. لن تصدق ما فعله هذا الشاب الجزائري بصديقه أمام الحاضرين في رأس الماء بسيدي بالعباس. اهتزت ليلة أمس مدينة رأس الماء على بعد 90 كيلومتر جنوب ولاية سيدي بالعباس على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تعرض للضرب على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة. وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن الجريمة وقعت حوالي منتصف الليل عندما كان مجموعة من الشباب في سيارة من نوع شيفروليه وعددهم 4 أشخاص حين التقت ضحية قفعين البالغ من العمر 25 سنة مع صديقه حاء ميم في نفس العمر تقريبا، وبعد مناوشات مع بعضهما حول ديون سابقة تم ضربه من قبل المشتبه فيه حيث تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في وقت تدخلت مصالح الشرطة التي أوقفت المشتبه فيه رفقة 4 أشخاص آخرين وفتحت تحقيقا معمقا من أجل معرفة تفاصيل الجريمة النكراء التي راح ضحيتها هذا الشاب. وحسب مصادرنا فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة 11:30 مما سيعاقب عليه أيضا هؤلاء كونها تزامنت مع توقيت الحجر الصحي المطبق على ولاية سيدي بالعباس. رحم الله المغدور وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.